الله ما شاء الله، ابو علي رجاله حتة ما شاء الله عليها. خد يا غالي، غالي يا رجاله. صل على النبي، شهر 7 يا رجاله، شهر 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده يا جماعة الاثنين 8/7، دي يا جماعة طلعت العرب، طبعا انتوا عارفين ان كل معظم شغلي على طلعت العرب، انضف سمكة واسرع مية شغالة بالغلة. النهارده يا جماعة هنصطاد مراية غرقانة. مراية غرقانة يا جماعة يعني بترمي علف على غلة بعد متر من الشط، بعد 50 سم من الشط، بعد 70 سم من الشط، اي مسافة يعني من الشط، بس ما تقلش عن 50 يعني، وبتنزل علوم بالغل. دي طريقه العربه رجال. حد يقول لي مثلا انت بتصطاد لوحدك على الميه؟ لا هوريك دلوقتي. بص يا غالي، شايف مركز شباب الصيادين دول؟ شوف الصيادين اللي جنبي، بس انا بعد عنهم بس شويه عشان خاطر بس ايه، بحب انا اصطاد في الروقان كده. شايفين الصيادين قد ايه على الميه؟ بس انا مزوم بس التزوم بعيد شويه. عربيات بقى، ملاكي على تكاتك، على فيزب، على موتوسيكلات، يعني انا مش قاعد لوحدي على الميه يا رجاله. تمام، حد يفكر بس ان انا قاعد لوحدي على الميه ولا حاجه؟ لا، طلعت العرب والناس كلها عارفه. تابعونا يا رجاله، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الصلاة على النبي عليك. تعالي، ده بلعت الحباية، بلعتها جوه. هو ده البولت المقلبز، بولت مقلبز. ايه ده الجمال ده؟ الصلاة على النبي، شهر 7 يا رجاله، شهر 7. قشطه قشطه، يلا يا روح يا بطل، اضرب مين فيكوا دلوقتي؟ الاتنين بيغمزوا. نضرب مين؟ نضرب مين؟ الاحمر ولا الابيض؟ الابيض راح اهو. يلا يا ابيضاني كمل بقى، كمل يلا عشان الوشك. هو يلا هو يلا هو يلا هو يلا، الصلاة على النبي. انت جابتها من جنبها جنبها ودنها اي حاجة، اما حاجة تطلع. الاحمر بياكل يا جماعة اهو، حط دي بس ورجع لي. طالعه كده تتنخطر عسليه. ابو علي يا رجاله خد حته ما شاء الله عليه، ايه الجمال ده؟ اسكت، حط ايدك فوق كده عشان تعرف تمسكه. لا امسكه في ايدك، حط ايدك فوق كده، حط ايدك فوق كده خلاص كده. ابو علي يا رجاله حته ما شاء الله عليها. خد يا غالي، غالي يا رجاله. بخ قد ايه؟ بس غمزتها حلو.
الصلاة على النبي.